تحتفلوا في داك فلاكوت يعني بلاصه معروفه في مدينه اقتصاديه في كازا هنايا، كيجيو جميع الجماهير لا ديال الوداد لا ديال الرجاء، يعني الجماهير البيضاويه ملي كتسولتي ملي كتكون سيليكسيونا كنحتفلوا في لاكوت تما، كيتجمعوا الناس يعني لاكوت جي واحد الجغرافيا في كازا هنا زوين يعني معروفه، كنجيو نتجمعوا تما ونحتفلوا خصوصا في هذا التتويج ديال التاهل ديال الفريق الوطني المغربي. الحمد لله مشينا درنا واحد الاحتفالات تما مزيانه، كتلاقينا مع الاصدقاء وكنتلاقاو مع الدراري كاملين يعني الكليك ديال الدراري كنكونوا تما مجموعين وكنحتفلوا، ومقر ديال لاكوت عين دياب راه معروفه ماشي فهمتيني، عين دياب راه معروفه كاع المقر كنمشيو نكورو تما نديرو اجتماع مع الدراري ونحتفلوا باي حاجه كانت دايره في مجال كره القدم. علاش كيمشيو لعين دياب؟ لانه هو الفضاء الواحد المتنفس في الناس يتعبر على الفرحه ديالها، لان فضاء كبير كاين لا كورنيش كاين لسباس في الناس كتمشي في كتعبر على الفرحه ديالها، مع العلم راه كازا كامله المغرب كامل ماشي غير كازا والعالم كامل تيعبر على الفرحه ديال المنتخب، وحنا فرحانين وهذا الفوز هذا كنهديو لسيدنا الله ينصرو كنهديو للامه الاسلاميه ككل اينما كانت في بقاع العالم. حيت هذيك المنطقه بيضاويه كيمشيو بيضاوه كيمشيو ليها، علاش؟ كيمشيو لان هذاك هو الكارتي ديال بيضاوه، مجموعين تما كيمشيو كلهم بيضاوه كيمشيو لهذاك الخنت، وهذاك الخنت كيحتفلوا به لان معروف عالميا، عين دياب معروفه عالميا. بيضاوه كيمشيو لعين دياب، ولفناه هذه عاده من شحال هذه؟ عاده قديمه هذه، فاش كانت الوداد كدي شي لقب ولا الرجاء ولا المنتخب فكينزلوا مباشره لعين دياب. مي بالنسبه ليا عاده اللي هي مزيانه وفي نفس الوقت خايبه، علاش؟ حيت كاين اللي كينزل لعين دياب غير باش يشرب يدير شي حوايج اللي خايبه اللي ماشي هذيك، كينزل لعين دياب باش يفرغ الموتى الدفينه اللي فيه، عكس كاين عكس عائلات وناس اللي واعيين وشباب ودراري في شكل اللي كينزلوا كيحتفلوا بطريقه حضاريه. دونك كيف ما بغى يكون الحال الاحتفال في عين دياب انا كونتر، نقول لك علاش انا كونتر صراحه، علاش؟ حيت الاحتفال في الاحياء الشعبيه عنده قيمته، هو المتنفس الوحيد بانهم زعما يحتفلوا وديما مغرب ويا ربي ربح المغرب باش نحتفلوا كاملين ونايسوا كاملين. احتفلت في الخدمه والله احتفلت في الخدمه، خدامة في كافي كازا بلونكا سكاي، ديما مغرب بيان سور ديما مغرب. وبيضاوه ملي كيبغيو يحتفلوا كيمشيو ضروري لعين دياب حيت هذاك هو المكان المخصص ديال الاحتفال فين كيحتفلوا الجماهير. احتفلت هنا في المدينه، في المدينه كان احتفال رائع. هو بيضاوه تيمشيو يحتفلوا في عين دياب حيت المنطقه زوينه تما ومعروفه على الصعيد العالمي، معروفه في كازا حيت البلاصه الوحيده اللي غيحتفلوا فيها غيتجمعوا، الحمد لله تتجمع خواطر شي ما تيعرفش شي والحمد لله تما تيتجمعوا تيحبوا بعضياتهم الحمد لله وتيشاركوا الفرحه مع بعضياتهم، ونتمنى من الله تبقى هذه الفرحه ديما ان شاء الله. والتحيه لصاحب الجلاله نصره الله، حتى هو فرحوه وفرحوا الشعب ديالو وفرحوا اي من هو مسلم في اي دوله فرح الحمد لله عربيه، وان شاء الله لدد المغرب كاس ان شاء الله، راه الفرحه هذه غنشاركوها مع العرب كلهم ان شاء الله.